الفريق الاشتراكي، الكلمة للسيدة النائبة ابتسام الراس. السيد الرئيس، السيد الوزير المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمين، يشرفني أن أتدخل باسم الفريق الاشتراكي بخصوص مشروع قانون رقم 99/15 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة فئات المهنيين من صيادلة وأطباء وموثقين والعمال المستقلين من تجار وفلاحين وعاملين بقطاع النقل الطرقي والحاملين لبطاقة السائق المهني وصناع تقليديين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. هذا المشروع الذي يخضع لأحكامه كما تنص عليه المادة الثانية للأشخاص الذين تسري عليهم أحكام القانون 98/15 الذي صادقنا عليه مؤخرا والمتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والذي يشكل حلقة مهمة في مسلسل إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية التي شرع في تطبيقها منذ دخول نظام التأمين الإجباري على المرض حيز التطبيق في انتظار استكمال التغطية الصحية الأساسية لتشمل باقي الفئات الغير المشمولة بهذه التغطية تحقيقا للإنصاف وإرساء الحكامة الاجتماعية. إننا في الفريق الاشتراكي وبعد أن قدمنا تعديلات داخل اللجنة على القانون رقم 98/15 ليشمل إضافة إلى الفئة المذكورة المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج خاصة بدول الخليج وبعض الدول الإفريقية التي لا تربطنا معها أي اتفاقية في هذا المجال، فإننا سنتقدم بمقترح قانون يرمي إلى إدراج هذه الفئة نظرا لإسهاماتها في مؤشرات التنمية الاقتصادية ضمن الأشخاص الذين يشملهم هذا القانون لتدارك الحيف الذي طالها ولتوطيد ارتباط الأجيال الجديدة خاصة مع الوطن الأم. السيد الوزير المحترم، السيدات والسادة النواب، إننا نعتبر هذا المشروع قانون الذي يدخل في صلب أهداف إصلاح منظومة التقاعد انطلاقا من توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد والذي يروم إلى بلورة نظام أساسي جديد يحمل آمال أزيد من 5 ملايين شخص ناضلت من أجلها كل القوى الحية في البلاد من أجل الحصول على تقاعد ومعاش يضمن لهم ولذويهم العيش الكريم إسوة بالمستفيدين من أنظمة التقاعد المعمول بها حاليا الذي لا يتجاوز المستفيدون منها نسبة 35% حسب التقارير الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط. كما يدخل هذا المشروع قانون في إطار تحقيق الإنصاف والعدالة الاجتماعية. إن السياق الذي يأتي فيه هذا المشروع قانون خاصة ما تعرفه أنظمة التقاعد الأخرى من اختلالات ومشاكل وصعوبات أصبحت معها مهددة بالإفلاس كان آخر ما أثاره تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2017 حول الصندوق المغربي للتقاعد يسعى توفير ضمانات لاستمرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي أسند له تدبير نظام المعاشات المحدد في إطار هذا المشروع قانون بالإضافة إلى ضمان سلامة تنزيل للقرارات والمشاريع والمراسيم المتعلقة بتطبيق المشروع قانون على أرض الواقع خاصة مشروع المرسوم المتعلق بتحديد نسب الاشتراك الخاصة بالتأمين على المرض ومشروع مرسوم المتعلق بتكوين المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بنظام هذه الفئة ثم المشروع المرسوم المتعلق بكيفية تدبير نظام المعاشات نسبة الاشتراكات نسبة مصاريف التدبير وكيفية تدبير الاحتياطات. وفي هذا الإطار اسمحوا لنا السيد الرئيس، السيد الوزير، السيدات والسادة النواب المحترمين أن نتقاسم معكم بعض التوصيات على هذا المشروع قانون. أولاً، ضرورة وضع آليات لتحفيز هذه الفئة على الانخراط في النظام الجديد خاصة التجار والفلاحين الذين يشكلون 36% من المعنيين بهذا المشروع قانون المثقل بالغرامات ما يتعلق بكيفية التحديد واستخلاص الاشتراكات والمساهمات تبقى من الإشكاليات المطروحة بسبب غياب معطيات وأرقام محددة عن دخل ذوي المهن الحرة والمستقلة وهذا أيضا يثير مخاوف العديد من المهنيين كمهني النقل على سبيل المثال وليس الحصر. إسناد مهمة تدبير هذا النظام لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتطلب تمكينه من الإمكانيات البشرية
والمادية والمعطيات التقنية اللازمة للحفاظ على التوازنات المالية لهذا النظام وديمومته عن طريق ضمان تدبير مالي متوازن والحكمة في استثمار الأموال المودعة لديه ودعم احتياطاته. غياب مساهمة الدولة أو المشغل وارتكاز هذا النظام على وعاء الإنفاقات السادة النواب من فضلكم وإيمانا منا بضرورة شوية الإنسات الجلوس من فضلكم. غياب مساهمة الدولة والمشغل وارتكاز هذا النظام على وعاء الانخراطات واكتساب الحقوق النسبية انطلاقا من قاعدة الاشتراك وقيمة اقتناء النقط يطرح إشكالية غياب مبدأ التضامن والتكافل المميز لأنظمة التقاعد الأخرى. ثم أخيرا نثير معكم مصير الفئات التي ستبقى خارج هذا النظام وإيمانا منا بضرورة إعطاء العناية اللازمة للفئات غير مشمولة بنظام التقاعد فإننا في الفريق الاشتراكي سنصوت. شكرا للسيدة النائبة. شكرا. شكراً.